التخطيط الاستراتيجي ورؤية مصر 2030. ده المانشيت، يبان ان هو ثقيل وحاجة كده مليانة اقتصاد وحاجات كده، لكن هو في مضمون ومحتواه بسيط قوي، لانه التخطيط الاستراتيجي ده هو اللي بيندرج تحتيه كل ما نأمله من تقدمات ونجاحات او انجازات عفوا. ولكن احنا ازاي نقدر نوصل لده، ويعني ايه تخطيط، ومين اللي بيخطط، وحاجات تانية كتير مش هطول عليكم في الانترو عشان وقت الفقرة للأسف صغير جدا، ولكن هنقدر نحاول على قد ما نقدر نستفيد من كل دقيقة في الفقرة دي، لأنها فقرة مهمة جدا، وهي دي اللي بتدينا أمل. في ناس تقول لك احيني النهاردة وموتني بكرة، لسه هستنى 2030. ما انت اللي بتعمله النهاردة هو اللي انت هتجني ثماره في المستقبل، أو ولادك هيحصدوه في المستقبل. خلوني بس ارحب بضيفي اللي اتشرفت بيه، دكتور ايهاب زهران، خبير العلوم الاداريه ومحاضر بجامعه القاهره. دكتور ايهاب اهلا بحضرتك، وكل سنه وحضرتك طيب. اهلا وسهلا بيكي، اتشرفت بحضرتك. اهلا بحضرتك. خلينا بس في البدايه كده ندي المشاهدين فكره بشكل بسيط جدا، يعني ايه تخطيط وايه هي انواعه. بسم الله الرحمن الرحيم. التخطيط هو الاداه اللي بستخدمها لتوقعات المستقبل. التخطيط له العديد من الانواع، التخطيط التشغيلي او التنفيذي، وده مرتبط بزمن ومستوى اداري، والزمن بتاعه بيكون من يوم لاقل من سنه، واللي بينفذه الاداره المباشره او الاداره التنفيذيه. المستوى الثاني هو التخطيط التكتيكي، والزمن بتاعه بيكون من سنه لاقل من 3 سنوات، وده القائم على تنفيذه الاداره الوسطى. التخطيط الاستراتيجي اللي هو موضوع حلقه اليوم، التخطيط الاستراتيجي هو التخطيط بعيد المدى اللي بيكون من 3 سنين ويزيد بيصل ل10 و15 سنة. وبالفعل احنا عندنا في التخطيط رؤية مصر 2030 اللي عملناها سنة 2015 لمدة 15 سنة، اللي احنا دلوقتي بنجني جزء من ثمارها، ثمار هذا التخطيط. فالتخطيط اللي عندي تخطيط استراتيجي، هي كلمة الاستراتيجية هي كلمة عسكرية معناها فنون الحرب والقتال. هايل. لما ضميت كلمة استراتيجي على الإدارة أو التخطيط، معناها التخطيط بعيد المدى، التخطيط طويل المدى. إزاي إن أنا أستطيع إني أخطط لفترات زمنية؟ هو يؤسفني إن عدم التخطيط هو تخطيط، ولكن للفشل. ده هايل. التخطيط واضح الموضوع. إذا كنت بخطط التخطيط الشخصي لحياتي، إذا كنت بخطط للعمل ايا كان انا في مستوى اداري من المستويات الاداريه الثلاثه، اذا كنت بخطط للدوله. فالتخطيط وفقا للمستوى بتاعه، انا بخطط على المدى البعيد. انا عاوز بعد 15 سنه لما اوصل 2030 هحقق ايه؟ ايه اللي انا عايز انجزه خلال هذه الفتره؟ يمكن طول الفتره يخلي الانجازات بتظهر عندنا طفيفه في الوقت الحالي، ولكن على المدى البعيد انا بحقق النجاح المرجو، لان هي ده الابعاد من رؤيه 2030. صحيح. ان على 2030 اكون عندي قاعده معرفه، عندي ابداع، عندي مواطنين ذات صحه عاليه، عندي مصادر للطاقه اقدر استخدمها. اعتقد احنا في السنين اللي فاتت القديمه كنا بنعاني من انخفاض الطاقه، كنا بنعاني لاستيرادنا لمصادر الطاقه المختلفه. احنا لمسنا ان النهارده مع مشروعات الطاقه، مع بدائل الطاقه، مع الطاقه المتجدده، ان النهارده وصلنا في التخطيط ان احنا بدانا نشعر بان عندنا مرحله الاستيبل. الخطه بتاعتنا ان احنا ما نبقاش بس ستيبل، ان احنا يكون عندنا فائض ونصدر كمان للطاقه. ازاي ان انا استثمر العنصر البشري، الموارد البشريه اللي عندي؟ إذا كنت بتكلم في المؤسسات والشركات على موارد 4، ما هي الدولة برضو عندها نفس الموارد بس على أكبر. إيه الموارد الأربعة اللي موجودة في أي منظمة؟ عندي في الجامعة مثلا هيبقى عندي 4 موارد، الموارد البشرية، وده العنصر البشري. والعنصر البشري النهاردة اللي يمثل بالنسبة لي هو وزن ذو قوة. إذا كنت بتكلم عن 100 مليون، ودي المبادرة اللي النهاردة بتعلن اسم أو عدد المواطنين المصريين. أيوة. ايه راي حضرتك، هل 100 مليون نسمه، 100 مليون عنصر مصري يمثل قوه ولا ضعف؟ قوة. ازاي ان الاستراتيجيه بتاعتي ورؤيه 2030 تحول
المئة مليون اللي في الوقت الحالي ممكن يكون جزء منهم بيمثل ضعف، ازاي ان انا استطيع ان احوله بكامل ارادتي للقوة؟ تحويله للقوة عن طريق التعليم، التطوير، البعد الاجتماعي. رؤية 2030 لها ثلاث ابعاد، بعد اقتصادي وبعد اجتماعي وبعد سياسي. فالبعد الاجتماعي اللي بكلمك فيه، البعد الاجتماعي في التعليم وتوجه للتعليم الفني والانتاج، لان انا حابب ان احنا نرفع من انتاجيتنا اكتر ما نرفع من الانتاج. انا عايز انتاجية المواطن يزيد، فهرفع منين انتاجية المواطن؟ اذا كان المواطن مريض، اذا كان المواطن مش متعلم، اذا كان الفرد ما عندوش خبرات، ما عندوش كفاءات. فعشان اقدر ان انا احقق المعادلة دي، انا محتاج مبادرة زي المبادرة اللي نادى بيها السيد رئيس الجمهورية، مبادرة 100 مليون صح. السكاننج اللي بيتعمل للمصريين ده، انا ما زلت بكلمك عن المورد الاول وهو الموارد البشرية. والموارد البشرية اللي يمثل بالنسبة لي قوة، قوة في استثمارها، لان لو فكرت بصورة اشمل واوسع شوية وطلعت لدولة زي الصين اللي التعداد بتاعها النهاردة بيفوق 1.6 مليار، يعني قدنا 16 ضعف. هل تمثل بالنسبة لهم ضعف؟ الانتاجية، العمل، الصحة، الرعاية الاجتماعية، المساواة ما بين الناس، العدل، كل ده بيمثل بالنسبة له نقطة قوة. هي دي المبادرة، هي دي رؤية مصر 2030. رؤية مصر إذا كنا في 2015 وضعنا الرؤية وبدأنا في التنفيذ، احنا النهاردة من نهاية 2018 ولغاية النهاردة ولغاية شهور قادمة، احنا شغالين في مبادرة 100 مليون صح. مبادرة 100 مليون صحة اللي من خلالها استطيع عمل سكاننج، عمل مسح شامل لكل المصريين للأمراض الفيروسية والأمراض السامة. أكتر مرضين موجودين عندنا الضغط والسكر والسمنة. عندنا نسبة كبيرة كمان من السمنة دي، من ضمن أسبابها السكر. فالضغط والسكر مرضين ممكن يبقوا أصدقاء للإنسان وممكن يبقوا أعداء. لو تعاملت معاه بطريقة كويسة، لو صدقته، هنعيش مع بعض في أمان سالمين. مشكلتنا إن مريض الضغط والسكر ما بيروحش يكشف إلا لما بيقع. أما يوصل لمرحلة إنه وقع دي، معناها إن أجهزة الجسم بتاعته حصل فيها ستورج، حصل فيها انهيار. ده حقيقي. يعني السكر بوظ حاجات كتير وبوظ أجهزة وبوظ أعضاء عبال ما هو أدرك إن هو مريض سكر. الضغط أثر على الكلى وبقى عنده فشل كلوي، وكان سبب الضغط وهو مش مؤثر. ضغط، سكر، أمراض صامتة. صحيح. حضرتك أشرت لحاجة مهمة جدا ومشرقة جدا جدا، حملة 100 مليون صحة، وإحنا نادينا بتفاعل الناس أكتر من مرة. أنت عندك كشف بالمجان، مسح كامل لأمراض متفشية للأسف في مصر، وإن شاء الله هنقضي على فيروس سي. لكن الضغط والسكر للأسف دي أمراض مزمنة، ولكن إحنا بنحاول نقلل من أثارها وأعراضها الجانبية لو كان ليها اكتشاف مبكر. دكتور إيهاب، أنا عايز أسأل حضرتك سؤال يخلي الناس كده تاخد نفس عميق وتتأمل في اللي بيحصل، وتقدر تصابر على اللي بيحصل، لأنه في أعباء اقتصادية على كل المواطنين. ولكن أنا في بداية الحلقة قلت الحاجات الحلوة اللي احنا بنشوفها فعلا، زي افتتاح المسجد والكنيسة، كمان الصوب الزراعية اللي سيادة الرئيس افتتحها، مشاريع كتير قوي قوي، الطرق، المصانع، المساكن اللي بنشوفها، والتقدم الكبير، وان احنا بنقضي على العشوائية. الحاجات دي فعلا تخلينا نصبر مش بس ال2030، والحاجات دي هي اللي فعلا بتدي امل انه فعلا في تخطيط صحيح. هو في الفعل الخطط اللي موضوعة كلها خطط للمستقبل وخطط ناجحة. ما هو انا النهاردة لما بلاقي بادرة زي الطاقة، مش كلنا شعرنا في فترة سابقة انقطاع التيارات، انقطاع التيار الكهربائي طبعا واثر علينا. تمام. كلنا لاحظنا انتشار الامراض في فئات مختلفه من المجتمع. ايوه. النهارده المبادره معموله، وانا من خلال وجودي معاكم على الهواء او في الحلقه، انا بدعو كل المصريين. انا اول واحد عملته، دكاتره الجامعه كان عندهم المبادره الاولى
الموضوع يعني احنا متاح لنا ان احنا نعمل الكلام دوت عشرات المرات، بس انا بشارك في المبادرة لان المبادرة بتعمل مسح شامل عشان يتسجل، عشان بالفعل نعمل دراسة ونحدد مدى احتياجاتنا للصحة عشان نرفع الكفاءة الصحية. وزارة الصحة النهارده انت حضرتك عارفة تكلفة ال 100 مليون دي تتكلف قد ايه؟ عارفة تكلفة التيست الواحد؟ يعني انا لو رحت معمل عشان اعمل اختبار الفيروس سي الاتش سي في او الدايبيتك اختبار السكر، لا وكمان بتتكلم في علاج، انت كمان بتتكلم علاج بالمجان كمان، دي المرحله الثانيه. ايوه يعني اذا كنا في فتره سابقه بنعاني من وجود فيروس سي في مصر وانتشاره في قاعده عريضه من المجتمع، الا ان النهارده بالفعل اتوجد عندنا العلاج ومتوفر بالمجان. انا بعمل سكان اول حاجه عشان نتيجه الاسكان ده احدد النسب الصحيحه. اعلاميا بيشاع ارقام مئويه كبيره. مش عارف اذا كانت يعني وصلت لاذانكم من قبل ولا لا، 20% و22% من السكان، ودي ارقام كبيره وفي الواقع هي مش ارقام حقيقيه. السكاننج اللي بيتعمل النهارده لل 100 مليون هينتج عنه النسب والمؤشرات الصحيحة والدقيقة للرقم، والرقم مستحيل يتعدى من 3 ل 4%. احنا من سنين طويلة واحنا ظاهريا بنعاني ان احنا عندنا فيروس سي كبير، ومع ذلك لو وجدت في المجتمع بتاعك، انت عارفة يعني كلمة 20 او 22% دي معناها ايه؟ ان كل 5 فيهم واحد عنده سي. هو احنا قبل عشان بس نكون دقيقين في كلامنا يا دكتور، قبل مكافحة فيروس سي كانت فعلا النسبة اللي تم الإعلان عنها وصلت تقريبا ل 12%، ولكن النسبة دي قلت بالعلاج وبالمتابعة. بالظبط العلاج والمتابعة والتوعية والتثقيف الصحي، يعني هي الفكرة كلها مش مرتبطة بجانب واحد، مش بعلاج بس. ما هو العلاج ده أنا ممكن النهارده أعالج المرضى، ولكن بدون توعية في مرضى تانيين هيصابوا جداد. ما هو في احصائيه بتقول لك ان الفرد المصاب بيعدي في خلال دوره حياته بيعدي من 2 ل 3 اشخاص في خلال دوره حياته. الاحصائيه دي بقى لو انا عملت تثقيف صحي، بالظبط، لو انا تعاملت على سبيل المثال، ما هي الفيروس يبقى موجود في مكان من الاثنين، لا داخل المستشفيات والمنظمات الصحيه لا خارج. طبعا كلمه المستشفيات والمنظمات الصحيه دي بتنطلق على المستشفى، على العياده، على المركز، على المستوصف، اي مكان بيقدم خدمه صحيه. يعني اما ان هو مكان ميديكال او نون ميديكال، طبي او غير طبي. الاماكن الطبيه النهارده انا استطعت ان احصر فيها موضوع الفيروس من خلال التعقيم، من خلال تدريب العاملين، من خلال اتباع وسائل مكافحه العدوى اللي اعمل بيها على تقليل المرض. ودي بالفعل احنا نجحنا فيها. ويمكن اطمن اكتر ان اقدر مكان بيطبق معايير مكافحه العدوى هي وزاره الصحه. ده حقيقي. يعني بالفعل احنا عندنا مستوى عالي جدا من التقنيه المستخدمه في وزاره الصحه اكتر من البرايفت، بس مش بتكلم عن البرايفت الفي اي بي. احنا عندنا عدد من مستشفيات الفي اي بي اللي بتعد على صوابع الايدي هم اللي بيطبقوا المعايير الصحيحه، انما في مستشفيات كتير وبالاخص لو خرجنا خارج المدينه، لو خرجنا خارج القاهره، لما نطلع للاقاليم وللمحافظات والوسط الدلتا والصعيد بنلاقي مستوى التعقيم عندهم اقل. بس النهارده احنا بنعمل على رفع التوعيه. رفع التوعيه مش بس للجهات الميديكال الطبيه وكمان للافراد. اما بعمل بقى في المجتمع على التثقيف الصحي، انا برفع من كفاءتهم عن طريق التثقيف الصحي. التثقيف الصحي اني مش هستخدم اداه مشتركه مع حد، ان انا هتعامل بالاساليب الصحيه الصحيحه. فدي بتبقى مطلوبه عندي. بالفعل احنا كنا بنتكلم في الكلام بتاعنا عن المورد الاول وهو الموارد البشريه. المورد الثاني من الموارد اللي عندي هي الموارد الماديه. الموارد الماديه الاراضي، المباني، الاجهزه، المعدات، السبلايز اللي عندي، الموارد، كل الموارد الماديه المتاحه عندي. الاراضي ما شاء الله مساحه مصر 1 مليون متر مكعب، يعني 1000 في 1000، يعني ما شاء الله مساحه موقع جغرافي ممتاز على ناصيه، فيعني متاحه ان احنا ننفذ فيها كل برامج التنميه. ويمكن عشان الكلام كان واخدنا اكتر للجانب الصحي، احنا المفروض عندنا اهتمام الفتره القادمه عن السياحه العلاجيه. كتير من المرضى في الدول الجوار، واحنا عندنا
في الجانب الصحي اعلى كفاءات صحيه. ده حقيقي. الاطباء اللي عندنا، التمريض الهاي نيرس، التمريض العادي، الاداريين، فالمجال الصحي على كفاءه عاليه ومطلوب في كل الدول. والله يا دكتور انا عايزه ااكد على كلام حضرتك، انا كان ليا لقاءات كتير جدا مع ناس واغلبهم من اشقائنا العرب جايين لتخصصات تحديدا الاسنان والعيون. أيوة. وببقى مبسوطه كمان ان دكاتره العيون لما باجي اتكلم معاهم بيقولوا لي ان احنا متقدمين عالميا، يعني زينا زي الدول المتقدمه. بالظبط. يعني احنا ما شاء الله ما شاء الله متفوقين وعندنا اجهزه، مش لسه بقى زي في مجالات تانية لسه التقدم ما جالناش، لا احنا في مجال العيون ومجالات تانية كتير، بس انا بركز على المجال اللي انا اكثر احتكاكا بيه. فعلا فعلا يا دكتور الدكاتره بياكدوا لي ان احنا عندنا اجهزه زي الفيمتو سمايل والفيمتو ليزك، دول مش موجودين في اماكن كتير ولكن موجودين في مصر. بالظبط. فدي حاجه يعني تدعو للتفاؤل. بتتكلمي عن خبره شخصيه في جانب الرمد والاسنان. اه انا بطمن حضرتك ان احنا عندنا في العديد من الجوانب الطبيه. اه طبعا يعني ده كفايه عندنا العلامه دكتور مجدي يعقوب، ده ربنا يبارك فيه يا رب. طبعاً. يعني انت بتتكلمي عن صف كامل. صحيح. هو يعني بيرقصهم او على قمه الهرم الدكتور مجدي يعقوب، ولكن احنا عندنا صف. فالمولد البشري اللي عندي عندنا موارد هائله جدا ما استغلهاش. ليه بقى؟ مع الموارد الماديه المتاحه عندي وعندنا انفراستراكشر حلوه. لما بنتكلم حضرتك لما بتتكلمي عن شبكه الطرق والكباري. لما بنتكلم عن مصادر الطاقه، لما بنتكلم النهارده عن الانترنت، لما بنتكلم النهارده عن البيلدنج المستشفيات. النهارده المستشفيات اللي عندنا في مصر بتحصل على اعتمادات دوليه، الاعتماد الامريكي والاعتماد الكندي الجي سي اي والاعتماد الكندي. احنا على درجه عاليه من الجوده الطبيه مقدمه في المستشفيات. واسمح لي اتحيز شويه للناحيه الزراعيه، احنا عندنا دكتور محاصيل هايله جدا بتتصدر، بنصدر محاصيلنا لكبرى الدول. وبعدين مش بس كده، احنا بنتكلم على محاصيل بتاخد مواصفات زي ما بيقولوا كده شهاده الجوده زي ما بيقولوا، لان احنا عندنا بالأسب. عندنا الايزو 22001 بالظبط. احنا عندنا ما شاء الله يعني في بعض الدول بتهتم حتى بحجم الثمره، لون الثمره، درجه النضج. احنا بنطلع منتج ستاندرد بالظبط كده، بيبقى اورجانيك 100%. فطبعا الناحيه الزراعيه عندنا حدث ولا حرج، فاحنا متفائلين. فهل حضرتك شايف ان ان شاء الله وصلنا ل 2030 هيخلينا نحس بتقدم ونبني ثماره في الوقت الحالي؟ طبعاً. لان الناس بتقن شويه، وانا عايزه اجي على النقطه اللي بتضايق كل الناس وبتمسني وبتمس حضرتك، هي ارتفاع الاسعار والضغط شويه اللي احنا بنحسه من الناحيه الاقتصاديه في وكل الفئات وكل الطبقات بتتاثر بالموضوع ده. ولكن انا قلت في بدايه الحلقه ان اللي بيحصل يخلينا نصبر. حضرتك شايف ان احنا لما نوصل 2030 في الفتره اللي احنا بنخطو فيها كده خطوه الحمد لله ثابت ومتقدم جدا، هنحس بثمار وهتؤتي كده ان شاء الله، ولا ان شاء الله تاتي انفراجه اقتصاديه؟ هو طبعا احنا عندنا حاجتين. في العلاج بالمسكن، واحنا لسنين طويله. يمكن لو رجعنا لورا شويه سنه 1945 انشئ البنك الدولي. اللي هو دلوقتي حاطط الاشتراطات في رفع الدعم. احنا الخطط اذا كنا بنتكلم دلوقتي في الوقت الحالي في رؤيه 2030 اللي هي من 2015 ل 2030، اصلا البنك الدولي من قديم الاجل وهو بينادي برفع الدعم. شعورنا النهارده بارتفاع الاسعار هو نتيجه الرفع التدريجي للدعم. الدعم هو عباره عن مسكن. انا هفضل ابيع لك السلعه باقل من سعرها. كل الاقتصاديات اللي بتبني اقتصادياتها على الدعم المباشر، دعم السلع وما عندوش اسواق حره، بيؤدي الى انهيار بطيء. الدعم ما هو الا مسكن. انا عندي الام فانا عمال اخد في مسكنات، انا مش شاعر بالالم. انا حاسس ان انا ستيبل وزي الفل. احنا بالفعل قعدنا لسنين طويله حاسين باستقرار في الاسعار وثبات في الاسواق، والدنيا بالنسبه لنا ورد وكويسه وما فيش اي مشكله. صحيح. بس في الواقع العملي اخرت المسكنات ايه؟ مش هتنفع طبعا. لما اقف بقى واوقف المسكن ده او اقلل من المسكن تدريجيا ودعمل تدخل جراحي واعمل علاج حقيقي وخليك تشعر بالوضع الحقيقي عشان اعالج بالظبط اللي بيعاني من مرض لسنين وبدخله عشان اعمل له عمليه جراحيه، هو بيتالم لفتره
وبعد الفتره دي بيعمل ايه؟ بيشفى. بيشفى تماما. صحيح. ومش محتاج ان هو يعيش بالمسكنات. احنا بقى في المرحله دي، احنا بقى في مرحله العلاج. مرحله الصدمه ما بين المسكن وما بين العلاج. انا بشكرك على التشبيه ده يا دكتور، وده اصدق تشبيه انا حسيته من حضرتك جدا، وهو فعلا واقعي ولمسنا كلنا. ان شاء الله نتخطى مرحله العلاج دي. وانا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كلماتك المتفائله الجميله. دكتور ايهاب زهران، خبير العلوم الاداريه ومحاضر بجامعه القاهره، شكرا جزيلا يا دكتور، نورتني، تشرفت بحضرتك. شكرا جزيلا ليك. مشاهدينا، تفائلوا بالله سبحانه وتعالى، افتكروا كده كل حاجه حلوه زي ما بنقول كلنا وكلنا عارفين. بصوا للجزء المليان من الكوبايه، ما تبصوش للجزء الفاضي. صبروا انفسكم واصبروا، ان شاء الله هتنولوا، لان في باب كده للجنة بيخشوا منه الصابرين بدون حساب. فتخيلوا ان احنا لو صبرنا بنصبر على بلدنا اللي مش هنعرف نغيرها، ودي اجمل حاجة في الدنيا، ربنا يبارك لنا فيها ويجعلها دايما عمار بيكو وليكو. خلصت حلقتنا، ان شاء الله هيتجدد اللقاء مع فريق عمل جديد اما النهاردة. تحيات فريق العمل، وإلى اللقاء.